أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6/8/2024. الدولار الأمريكي، سجل الدولار الأمريكي سعر 49.16 جنيه الشراء، 49.26 جنيه للبيع. اليورو، سجل اليورو سعر 53.62 جنيه الشراء، 53.73 جنيه للبيع. جنيه استرليني، سجل الجنيه الاسترليني سعر 62.43 جنيه الشراء، 62.56 جنيه للبيع. فرنك سويسري، سجل الفرنك السويسري سعر 57.47 جنيه الشراء، 57.60 جنيه للبيع. 100 ين ياباني، سجل 100 ين ياباني سعر 33.81 جنيه الشراء، 33.88 جنيه للبيع. ريال سعودي، سجل الريال السعودي سعر 13.09 جنيه الشراء، 13.12 جنيه للبيع. دينار كويتي، سجل الدينار الكويتي سعر 160.74 جنيه الشراء، 161.15 جنيه للبيع. درهم إماراتي، سجل الدرهم الإماراتي سعر 13.38 جنيه الشراء، 13.41 جنيه للبيع. اليوان الصيني، سجل اليوان الصيني سعر 6.87 جنيه للشراء، 6.88 جنيه للبيع. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد.